من أعماق قلبي أشكر شباب الموصل، أشكر بصورة خاصة الفريق التطوعي فريق خلود الإحسان على تطوعهم ذاتيا لتنظيف شوارع الموصل، يعني رغم أنه عيد وكان يفترض يمكن أن يكون عندهم التزامات ويا أهلهم وعطلة، لكن نشوف أنه بالعيد طلعوا وتطوعوا ونظفوا الشوارع. يعني أتمنى من كثير من الشباب بالأحياء بالمناطق أن يحذون حذوهم في سبيل أن تكون الموصل أجمل، في سبيل أن ننطي صورة عن الموصل تليق بيها. أتمنى من أصحاب المحلات، من أصحاب الدور أن يهتمون بنظافة المدينة. مو المهم أنه أنت بس مهتم بنظافة بيتك، بيتك الأوسع هو المدينة، هي اللي تعكس الانطباع للزائر وللآخرين عن ثقافة أهل المدينة. الحمد لله يعني عندنا شوارع كثيرة ومناطق هي نظيفة، لكن نريد كل حي في المدينة يكون نظيف، وكل حي هو راح يعكس ثقافة أهله. مرة أخرى أشكر الفريق فريق خلود الإحسان على عملهم هذا، أتمنى لهم كل الموفقية وشكرا لهم باسم أهل مدينة الموصل. احنا طبعا اليوم تكلفنا بتنظيف هذا الشارع لأنها واجهة حضارية، وفريق خلود الإحسان طبعا ما قصروا معانا وكان دعم من سيدة المحافظ، واحنا نشكر الجهود اللي ساهمت معانا. نعم أعمالنا كلها تطوعية، احنا كان من بداية تقريبا من نهاية شهر الواحد كانت الأوليات على مود توعية فيروس الكورونا، طلعنا تعفير، طلعنا توزيع مساعدات، واليوم كان من ضمن هاي الأعمال التطوعية تنظيف هذا الشارع. والله حملة تنظيف شوارع وتعقيم هاي إن شاء الله تقرب جسر الحرية. نعم نعم تطوعي مجانا بدون أي راتب.